تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير للموانئ البرية ومن بينها ميناء السلوم البري لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا، كما يتم تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يبلغ عددها 15 ميناء جافا ومنطقة لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة. تم الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري على مساحة 286 فدان، تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء، تحديث وسائل التأمين به، تم إنشاء منطقة لوجستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدان، تم إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فدان تساهم في تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا ورصدت الوزاره 11 مليار جنيه لإنشاء وتطوير الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية. ومؤخرًا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء وإدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم. وذلك مع تحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة. افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضي ميناء السلوم البري عبر خاصية الفيديو كونفرانس. قال العمده عبد المنعم اسرافيل المتحدث باسم عمد ومشايخ مطروح ان المشروعات العملاقه التي تتم بتعليمات وقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تلعب دورا اساسيا في التنميه نحو بناء الجمهوريه الجديده. واشاد المتحدث باسم عمد ومشايخ مطروح بالمظهر الحضاري والتطوير الشامل داخل منفذ السلوم البري. اشاد المتحدث باسم عمد ومشايخ مطروح بالمظهر الحضاري والتطوير الشامل داخل منفذ السلوم البري ومراعاه القادمين من ليبيا مؤكدا ان تطوير المنفذ يواكب التطوير العالمي ويعد طفره اظهرت القوه والاراده نحو التطوير